هوسبيتال دكتور اند اباوت الاصابات اللي صارت اليوم 30 بيرسون كان في اكثر من 40 اصابه بالرصاص المطاطي وير شوتد باي ربر كان هناك اصابه بالرصاص ربر بلوت تم نقل yes. one was shot by live bullet yes. how seriously injured in Hawara now where was he shot we didn't know but he's in Hawara wow 30 عشان أقدر أفضلها في سنة بس